فلورنتينو بيريز يسعى الى اعاده تكوين الجالاكتيكوس مره ثانيه؟ خلاص بقى يعني انا اعتقد ان الجالاكتيكوس بالمصطلح القديم اللي هو كل ما يظهر نجم في فريق تضمه زي ما حصل مع فيجو وبيكام وزيدان ورونالدو الظاهره اعتقد مش هيتكرر تاني. انت بتكتفي بنجم سوبر ستار كل سيزون زي السنه اللي فاتت بيلينجهام، السنه دي كيليان امبابي، اعتقد ممكن يعني تعوض كمان السكواد بتاعك ببعض اللعيبه زي مثلا ليني يورو المدافع الفرنسي الواعد اللي هيبقى واحد من افضل مدافع العالم، ريال مدريد بيحاول دلوقتي في الفونزو ديفيز ظهير ايسر هيجي خلاص بايرن، كل ده محاولات لريال مدريد. طبعا ريال مدريد ضم قبل كل دول اندريك البرازيلي 17 سنه طبعاً. ولك ان تتخيل ان انت يعني بعد طبعا رحيل توني كروس والوحيد الكبير في اللعيبه يعني هيبقى مودريتش، ومودريتش يعني هيقعد سنه على سبيل التكريم، حتى عدد دقائق مشاركاته قلت جدا، ولكن بقائه مهم خاصه مع رحيل توني كروس اللي انا بحييه جدا على اختياره للرحيل من الباب الكبير او توقيت الرحيل كمان مهم جدا يا احمد. يعني لعيب عنده 34 سنه كان يقدر يلعب اقل حاجه سنتين او ثلاثه، ولكن هو اختار ان هو يعتزل بعد اليورو ويخرج من الباب الكبير زي ما عمل زين الدين زيدان، وهنا في مصر زي ما عمل محمد بركات ومحمد ابو تريكه وائل جمعه. اللعيبه اللي اختارت ان هي تخرج وهي لسه قادرة على العطاء بتختلف خالص. يعني أنا شفت مشهد بسرعة كده حزين جدا لأندرياس إنيستا وهو بيهبط مع فريقه لدوري الدرجة الثانية في الإمارات، وبكاء إنيستا كان مشهد حزين أنا ما كنتش أتمناه للاعب عظيم زي إنيستا. فعشان كده دي مع دي جت كمان أظهرت حلاوة المشهد بتاع خروج توني كروس من الباب الكبير يعني.